شركة سامسونج تقدم الحل المثالي لمشكلة ألوان شاشة هاتف S24 Ultra، المشكلة اللي طال الكلام عنها وتضاربت الأخبار بخصوصها، وأخيرا سامسونج تقدم الحل واللي هو أفضل من كل التوقعات. ويانا أيضا كومة أخبار عن هاتف الجنرال وكاميراته وحلول كل المشاكل عليها، إضافة إلى تحديثات جديدة عن أحدث منتجات الشركة الخاتم الذكي السمارت رينج، ألوانه، مميزاته، وش وقت ينزل للأسواق، وغيرها من الأخبار. خليكم ويانا للتفاصيل. أنا أحمد العلي وهذه هي النشرة التقنية. السلام عليكم ورحمة الله وتحية طيبة لكم أحبابي المتابعين الكرام. إذن فويانا اليوم أخبار حماسية ومثيرة لأصحاب هواتف S24 Ultra بالخصوص. مثل ما تعرفون صار موضوع الفيفيد مود، الوضع الزاهي على هواتف S24، حديث الساعة، لأنه بعض المستخدمين واللي يستعملون هذا الوضع لاحظوا أنه درجة تشبع الألوان على S24 Ultra مو نفسها اللي على S23 Ultra والهواتف السابقة، وهذا بالتالي قاد إلى مجموعة من الشكاوى من هذا الشيء، وتضاربت الأخبار عن نية سامسونج بإصلاح هذا الشيء من عدمه. However، سامسونج صرحت أنه وضعية الفيفيد مود الحالية على S24 Ultra مو مشكلة عرضية أو شيء من هذا القبيل، وإنما صارت عن قصد لأنه الشركة تشوف أنه درجة تشبع الألوان بالوضع الزاهي السابق مبالغ بها شوية، وقررت التعديل عليها وتقريبها من الألوان الطبيعية حتى تكون واقعية أكثر. لكن بالمقابل فهواية من المستخدمين خابت آمالهم بهذا القرار، لأنه حسب كلامهم فهم يفضلون الوضع السابق. لذلك في اليوم تحركت سامسونج وقررت تقديم حل يرضي كل الأطراف، والصراحة خلوني أقول هنا أنه الحل أفضل حتى من الوضع السابق، حيث طبقا لآيس يونيفيرس مصدرنا الموثوق بالأخبار، فسامسونج حتقدم أوبشن جديد للمستخدمين تحت اسم Vividness. هذا الخيار يمنح المستخدم 3 خطوات للتعديل والضبط للألوان، وهذه المرة راح يكون التحكم بالكامل بأيادي المستخدمين. الضبط الأول أو الفيرست ستيب الديفولت، الوضع الطبيعي الحالي واللي تكون به الألوان قريبة من الواقع ومريحة للنظر، واللي هو الوضع اللي ما يزعج المستخدمين. أما الخطوة الثانية فممكن رفع درجة الألوان إلى نفس درجة تشبعها على هاتف S23 Ultra واللي حاليا بعض المستخدمين يطالبون به، وإذا كان كل هذا غير كافي فوفرت سامي وضع أو خطوة أخيرة تأخذ الأمور إلى منحى أبعد من كل هذا، بحيث يقدر المستخدم ضبط درجة التشبع اللوني إلى درجة أعمق وأكثر، نفس اللي موجودة حاليا على وضع الفيفيد لهاتف S21 Ultra. فالآن صار الأمر بهذه السهولة، إذا يعجبك الوضع الحالي للألوان لا تسوي أي شيء، واترك الأمور على وضع الديفولت. أما إذا تريد تغير فتقدر بكل بساطة تضبط الألوان على الدرجة اللي تحب، وهذا أعتقد هو أفضل خيار وخطوة حتسويها الشركة للمستخدمين، يعني ترك حرية الاختيار إلنا حتى نختار اللي يعجبنا. Hey, that's pretty good. أما بالنسبة لموعد إطلاق هذه الميزة على هواتف S24 فراح تكون مع التحديثات القادمة، واللي حتكون مصاحبة أيضا لمجموعة تعديلات وتطويرات على الكاميرات وأوضاعها ومعالجة بعض المشاكل عليها. سامسونج مستمرة على التعديل المستمر لكل مميزات الكاميرات وإصلاح أي ثغرة أو مشكلة موجودة عليها. التاريخ المعين لإطلاق هذا التحديث ما تم كشفه إلى الآن من سامسونج، ولكن متوقع أن يكون بالأيام أو الأسابيع القادمة. الآن وبموضوع منفصل آخر، فإذا كان وياكم هاتف S24 Ultra ممكن تكونوا لاحظتوا أنه استجابة بصمة الشاشة Fingerprint أسرع من الاستجابة لبصمة هاتف S23 Ultra، والسبب وراء هذا الشيء هو أنه الشركة حدثت قارئ البصمات Fingerprint Reader على S24 Ultra نفس الحجم السابق، ولكن صار أسرع هذه المرة، وهذه أيضا تعتبر خطوة جيدة ولصالح المستخدمين. الحقيقة كومة تطويرات وتحسينات تم إدخالها على S24 Ultra، وأصلا سامسونج ما ذكرت أي شيء عنها بحدث الإعلان الأمباكت إيفنت. خلوني أعرف تجاربكم مع هاتف S24 Ultra وأشقائه بالتعليقات. إذن وبحسب مصادر داخلية من شركة سامسونج،
كشفت عن نقلة ملحوظة بعالم التكنولوجيا القابلة للارتداء، حيث أشار مسؤول رفيع المستوى إلى أن الشركة تستعد للكشف عن أحدث إبداعاتها بعام 2024 من خلال الإعلان عن خاتمها الذكي الرائد واللي حتطلق عليه اسم الجالكسي رينج. وتتطلع سامسونج إلى إحداث ثورة بمجال الأجهزة القابلة للارتداء، وبسياق استمرار السرية المحيطة بهذا المنتج المثير، فيتوقع أن يكون الجالكسي رينج جزء من مجال الخدمات الصحية المتقدمة، حيث يظهر الإعلان اللي تم خلال حدث الأمباكت الأخير واللي تم الكشف به عن سلسلة هواتف S24 بوضوح استراتيجية سامسونج بتقديم حل مبتكر وجديد لمراقبة وتعزيز الصحة الشخصية. الآن من الواضح أنه الشغف والترقب تتزايد عن موعد الإصدار المرتقب للخاتم الذكي من سامسونج، حيث أكد دانييل سيونغلي الرئيس العالمي لقسم البي تو بي بالشركة عبر منشور على لينكدين أنه الجهاز حيكون متاح بالنصف الثاني من هذا العام، وممكن يكون موعد الكشف الكامل عنه بحدث الأمباكت الثاني المقرر إقامته بشهر جولاي 7 القادم. ويجي هذا الخاتم الجالكسي رينج ليضاف لمجموعة منتجات سامسونج الابتكارية، ومتوقع أن يقدم تجربة فريدة بعالم الأجهزة القابلة للارتداء، ويقدم للمستخدمين تجربة متقدمة لمراقبة صحتهم. على الرغم من عدم وضوح الوظائف بشكل كامل حاليا، إلا أنه ممكن توقع بعضها مثل تتبع عدة معلومات صحية، معدل ضربات القلب ودرجات الحرارة، قياس ضغط الدم، مستوى الأكسجين بالدم، يعني كل المميزات الصحية المتوفرة حاليا على الساعات الذكية، إضافة إلى مميزات جديدة وحصرية. Easy peasy. وكل هذا رح يسهم بتحسين الوعي الصحي للمستخدم وتحسين كذلك جودة حياتهم، وأكيد مستمرين بمتابعة كل شيء جديد عن السمارت رينج وتحديث المعلومات وياكم أول بأول. وخلص هذا كان كل شيء ويانا لهذا اليوم. إذا تحبون معرفة المزيد من آخر الأخبار والمعلومات ومتابعة كل شيء جديد بعالم التقنية أول بأول، تأكدوا من متابعتنا على اليوتيوب وبقية المنصات. وإذا عجبكم الفيديو لا تنسون تتركون بصمتكم بلايك عملاق، وفعلوا كذلك زر الاشتراك. كان وياكم أخوكم أحمد العلي، شكرا لكم على حسن المتابعة، ونلتقي إن شاء الله بالفيديوهات القادمة. في أمان الله.